قلق، بنت طموحة تعرضت لأكثر من صعاب في بداية حياتها ومن هي صغيرة، خصوصا الحادث اللي صار معاي أنا وزميلتي، وفقدت زميلتي وفقدت جزء كبير من جسمي. بعرف عن حالي بنت بتحب الاستمرارية، بنت طموحة ما بتوقف عند حد. قدرت بمساعدة الأهل ومساعدة الوالدين وإني أصل إني أثبت نفسي في المجتمع، سواء كان المجتمع داعم أو لا، قدرت إني أحقق بصمة لألأ في إنه يكون إلها اسم ويكون إلها كمان دور في مجتمعها. وإن شاء الله راح أستمر في ناحية الجهة الجديدة اللي أنا متوجه إلها، في إني أكون عضو نسائي فعال من أصحاب الهمم في الخضر بإذن الله إن شاء الله. تعرضت آلاء لحادث أفقدها الجزء السفلي من جسمها، لكن المحن ولدت عندها الإرادة والتحدي. واليوم آلاء حاصلة على شهادات عليا وبتعمل في أحد البنوك الفلسطينية. رح نسمع منها عن إنجازاتها، ومنبدأ من كونها عضو مجلس بلدي لبلدية الخضر، فكيف كانت تجربتها في الانتخابات؟ المنافسة في الانتخابات كان جو حلو، كان في منافسة شريفة. قدرت أنا أني أتوجه لأهل بلدتي بفيديو قصير ترك بصمة عندهم. أجتني أصوات من كل العائلات، نشكر الله، يعني أهل البلدة كتير في توجه لدعم هاي الفئة، فئة أصحاب الهمم والعنصر النسائي. تفاجأت من التغير الإيجابي لأهل الخضر، كتير عم بدعموا الفئة هاي حتى تكون فعالة، حتى تكون مثمرة، وتارك بصمتها في بينهم يعني. وبحس حالي لما كتير أكون بين أهل بلدتي وأكون موجودة عندهم إنه عم بدعموا بنتهم، عم بحبوا يزيدوا من نجاحها. طبيعتي أنا فول إنديبندنت، ما بعتمد على حدا، سواء في الشغل أو في البيت أو في أي مجال. ففي أي إشي في الشغل بتطلب مني أنا بقوم باي ماي سيلف، ما بحتاج أي حدا، بخلي قدراتي هي تثبت للجميع إني زي أي بني آدم قادر على الإنتاج. أنا خليتهم يعتمدوا علي لأني نقطة ارتكاز، كمان بحس حالي في الفرع بيت لحم، قادرين هم يعتمدوا علي في كل المجالات، ما بترك أي مجال إلا أكون إلا بحاول إني ألبي وأكون مغطية كل مجالات الشغل عندي. لحالي ما بخليش حالي إني أصل to the point، نقطة معينة بوقف عندها. حاليا بكمل في دراستي، واصل للمرحلة الماجستير في فصل الأخير في الماجستير، بستنى بس أناقش الرسالة، حصل على المرتبة كمان الأولى على دفعتي ب 93.75 بالمية. بطمح كمان إني أحصل على الدكتورة، عم بسعى إلى إن شاء الله إذا حصلت على منحة إن شاء الله راح أكمل. يعني آلاء، انت تغلبتي على كل الوضع وعلى كل الصعاب، وقدرتي انك تتعلمي سواقه، قدرتي انك تتعلمي سباحه، كل هاي الاشياء عملتيها ليش؟ شو كان الهدف؟ يعني اهم هدف انا كنت حاطه في راسي اني اخلي هذا الجسم الضايل
يتأقلم ويسوي كل إشي من دون أي مساعدة. هاي كان هدفي، إني أكون معتمدة بس على آلاء. فكنت الفترة الأخيرة رجعت ألعب رياضة مع سبيشال ترينر عشان أقوي عضلات جسمي، أخلي جسمي كمان ينزل في الوزن ويضل محافظ على القوة العضلية اللي فيه. حاولت إني أقدر أسوق لأني أصل أي محل بدي إياه من دون أي مساعدة. يعني يوم الحادث ما فيش عندي أي ذاكرة، لأنه تم تنويمي في المستشفى لمدة شهرين، ففعلياً صحيت ما بتذكر ولا أي إشي عليه، ولا حد هلأ فيش أي ذاكرة لأن هذا اليوم. بس فعلياً هو كان يوم الميلاد تبعي، لأنه ما بعتبرش هو اليوم اللي ولدت فيه هو اليوم ميلادي، بالعكس هو يوم الحادث هو يوم ميلادي، يوم انطلاقتي للحياة مجدداً، يوم التحديات الجديدة. وكان أنا بعتبر الحادث هو هدية من ربنا، يعني أعطاني هدية، ما أعتبرها حادث ولا أعتبرها مثلا محنة، أنا أعتبرها هدية لأن رضيت فيها. الحمد لله، نشكر الله، ورضا تام والحمد لله. حتى الشخص اللي سوى معاي الحادث، يعني الله يرحمه، مات السنة هاي، أنا توجهت لأهله ورحت زرته في 2013، وصلت له لبيته، أنا رحت عليه عبيته وصلت له لبيته وسمحته، سمحته لأنه شخص ما إله ذنب في الأول والأخير. وكمان هذه عشان أثبت لربي أني أنا راضية ومقتنعة 100% بكل إشي أعطاني. بحمد ربي بالعكس أني أنا ألا قادرة أني أتحمل، ممكن لو راحت هاي الهدية لغيري ما قدر يتحملها. فهذا الرضا أجا من أبوي الله يرحمه، إخواتي اكتسبوا هاي الاشي من الاهل، ما كانوا يخجلوا فيا من مرة، كانوا حتى بدهم يطلعوا مع اصحابهم وشباب وخواتي ومع صحباتهم انا اكون الاساسية. يعني والرضا اللي اجاني وكان من الرسالة الاولانية من الوالد الله يرحمه، لما الدكاترة بعد باسبوع من الحادث توجهوا لابوي، طلبوا منه انه نعطي ابرة الرحمة لألاء، حتى خلص انه ألاء يعني جسم اسبوع اسبوعين بتكون ميتة او داخلة الغرغرينة فيها متوفية. فابوي قال كلمته انه لو بتخلوا لي راسها ويضل عايش ويحكي، خلوا لي اياه، بدي احطها في الزاوية وخلوا لي اياه يحكي. فهذا الرضا اجى من ابوي الله يرحمه. اهم رسالة انا بقدر اتوجه فيها لاي شخص، ان الحياة ما بتكفى عن نقطة أو ما بتكفى في مرحلة أو عند أي صعوبة بتواجهها في حياتك، الحياة بتستمر وإنت لازم تغير في نفسك وتحاول إنك تلاقي نقاط القوة في حياتك حتى تستمر وتروح للهدف اللي إنت بدك إياه.